الظروف الخاصة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من الممكن أن يتعثر الوصول إليه مرة أخرى. الشيخ محمد حسين مفتي القدس، برحب بحضرتك. شيخ محمد، ما يحدث بحق الفلسطينيين الآن؟ عمليات التضييق التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل، ماذا تقول من الواقع لديك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نقول للعالم، كل العالم، وبداية هذا العالم، الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، لهذا الذي يتباكى دائما على حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. هناك أكثر من 2 مليون إنسان مدني، أطفال ونساء وشيوخ، في قطاع غزة المحاصر، بدون ماء، بدون غذاء، بدون دواء، المستشفيات تناشد، تناشد كل العالم، وكل العالم يسمع مناشد المستشفيات هناك في قطاع غزة، لأنه نفذ عند الدواء والوسائل الطبية، وبالتالي أعتقد أن الأوان للإنسانية، كل الإنسانية، إذا بقي في العالم إنسانية، أن يهبوا ليغيثوا هذا الشعب المدني، هذا الشعب المحاصر تماما بلا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا أي وسيلة من وسائل تعينهم على الحياة. هل كتب على أبناء شعب غزة والشعب الفلسطيني هناك المحاصر في هذا القطاع، هل كتب عليهم الإبادة الجماعية؟ لا أعتقد يوافق هذا العالم إذا بقي فيه نسبة من عقل أو بقي فيه نوع من الإنسانية. يجب على الإنسانية أن تغير الإنسان الذي هو بحاجة إلى الدواء، بحاجة إلى الغذاء، بحاجة إلى الماء. كفى ما يجري في قطاع غزة جراء هذه الحرب المجنونة حقيقة. آن الأوان أن تقف هذه الحرب، آن الأوان أن تعيش الجميع بأمن وسلام في منطقة يكفي المنطقة البويات التي مرت بها والتي تمر بها الآن في هذه الظروف الصعبة. نعم، الدور المصري هو الدور الفاعل الذي يتحدث دائما عن حق الشعب الفلسطيني وأهمية عدم استهداف المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية المختلفة. كيف تثمن هذا الدور المصري بجانب الأشقاء الفلسطينيين؟ مصر دولة عربية كبيرة، مصر دولة ترتبط بقطاع غزة بحدود مباشرة من خلال معبر رفح البري. آن الأوان لمصر، وآن الأوان لكل دولة عربية ولكل دولة إسلامية ولكل دولة في هذا المجتمع الدولي أن تكون مع مصر بفتح هذا المعبر وإغاثة هذا الشعب الذي يباد الآن. آن الأوان أن يغاث هذا الشعب من خلال هذا المعبر البري، معبر رفح. نعم، مصر قالت أنها ستفتح هذا المعبر، هو لم يغلق من الجانب المصري يا شيخ حسين، المعبر لم يغلق. آن الأوان أن يفتح هذا المعبر. القصف الإسرائيلي في الاتجاه المقابل هو الذي يمنع دخول المساعدات، بحاجة للمساعدة، وأن تدخل من خلال هذا المعبر كل وسائل الإغاثة للحياة الإنسانية لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في القطاع. نعم، المعبر معبر رفح المصري لم يغلق بوجه الأشقاء الفلسطينيين، ولم تمنع مصر دخول المساعدات الإنسانية. القصف الإسرائيلي على الجهة الأخرى من المعبر هي التي منعت دخول المساعدات وبشكل متعمد للأشقاء الفلسطينيين، وهي الجهود المصرية المتواصلة بالفعل. وهناك دعوة للمؤتمر الدولي والإقليمي على الأراضي المصرية، وأيضا جهود تسير على قدم وساق مع الأطراف كافة لاحتواء الأزمة والوصول إلى التهدئة. شيخ محمد، أشكرك جزيل الشكر. الشيخ محمد حسين مفتي القدس، وتحية خاصة للقدس المدينة المقدسة والمسجد الأقصى الشريف.